توصلوا اسكندريه بالسلامه تشدوا لنا جواب. حاضر يابا. مالكوش دعوه بالبحر. حاضر يابا. حاسب من بنات بحر يا حسون. شعيب يابا الحاج. حاضر يابا. عاوزكوا تشرفوا بلدكم ميت ابو شادوف، فلازم تذاكروا ليل ونهار. حاضر يابا الحاج. 4 سنين بتوع الكليه تاخدوهم في 2 سنين بس. بس يعني يابا هي ما قدرت كده. يلا خشوا انتوا وانا هناولكوا الشنط. ان دي اسكندريه ضروري مكتوب عليها. ده مكتوب سيدي جابر ارجع ولا ارجع. ما هو سيدي جابر يعني اسكندريه. زي عندنا السيد البدوي يعني طنطا شيلها شيخ العرب. استنى يا راجل. ايه؟ امال الشايلين شغلتهم ايه؟ شيال. ايوه يا بيه. شيلنا. حاضر يا بيه. بكام يا اسطى؟ هناخد نص جنيه. ليه بقى؟ انت هتطلع منين بالظبط؟ من هنا على طول، وبعدين نخش في الشارع اللي على الامه نلاقوا ميدان المنشيه، اول شارع على اليمين، وبعدين تاني شارع شمال نلاقوا البحر، نخش شويه نبقى في الانفوشه. طب اتاكل على الله. ولا حفظت الوصفه؟ صم. يلا بينا. يا ألف أهلا، يا مليون مرحب. وبعدين؟ ولما ربنا أكرمنا وخدنا ثانوية عامة سافرنا مصر وقدمنا ورقنا في مكتب التنسيق. مكتب التسويق؟ تسويق إيه؟ يا ولية يا جهلة، زي مكتب تسويق السمك اللي عندنا البحري. صح؟ صح. مكتب السمك ده بقى يصنفنا حسب المجموع، 90% مرجان، 80% بوري، 70% ده قشر بياض. وانتوا بقى بالصلاة على النبي كده طلعتوا ايه؟ بساريا قاموا حولوا اوراقنا على جامعة اسكندرية، قومي صممت لازل لا في شقة ولا فرقان. معقول برضو تنزل فرقان ده واحنا موجودين؟ ايش حال المكان شمك بنت خالتي؟ يعني زهرة في مقام خالتك بالظبط. صح؟ صح. بس احنا اتنين يعني ومش عايزين نضايقكم الحقيقة. ما هو حسونة بلديات ابن احمد افندي حسونة رئيس مكتب البوسطة اللي في البلد. مين جاي ياما؟ تعال يا زينهم. ده زينهم ابني اكبر الصبيان. ربنا يخليك.
انت بتعمل ايه يا ما تسيبه معلم شيحه. خد يا زلمه. ايه ده؟ خد ده شويه حاجات كده على مقوسهم بعتهم لك امي. ده حس كده بقى انتوا تفتحوا قوي قوي قوي. اللي فوقنا ورشة ايه؟ دي لا مؤاخذة ورشة جزم. وتدقي بقى على طول؟ لا ابدا، دول لما يشتغلوا بس. هما بيشتغلوا كتير يا شيحة بيه؟ لا ابدا، وردية بالليل وردية بالنهار. زغلول هننام امتى؟ احنا ننام يوم الجمعة. يلا انت وهي يلا يا يلا بقوا سبعة يا زغلول. بقول ايه يا معلم شيح؟ مين؟ في عيال تاني ولا دي اخر كلام؟ باذن الله كده في واحد جاي بعد تسعة اشهر او بيعملوا لكم حس في الشقة. والله العظيم انتوا هترتاحوا عندنا اخر راحة وهتذاكروا اجدع مذاكرة. الله ما تخافش يا اسطى عبده. رأيكم بالأوضة؟ هي في الحقيقة يعني مش بقول لك هو قصده يعني يا معلم مش كده والنبي؟ طبعا اسمكم وانا الشقة كلها أوضة وصالة. هما دول قرايبك اللي قعدت تعشمني بيهم يا سي زغلول؟ زغلول 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 معقول هناخدوا منهم فلوس؟ الله أمال هي تكية؟ البلد زحمة عشان موسم التلاميذ ولما يدوخوا مش هيلاقوا اوضة زي دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله عليك يا حبيبي. بسم الله عليك. شرناها للابع مشيحة يا شيحة بيه. الحمار ساعات بيقولوا له شي وساعات بيقولوا له حا، انما شيحة ده يبقى حمار ابن ستين حمار صح؟ ده يقصدني انا صح؟ صح استحلفك بالله لا تدع الامور هكذا. انا هقدمها يا
الاوضه ب2 جنيه في الشهر في الليله طبعا، ده في العشر ايام الاولى، بعد كده تبقى الليله بجنيه ونص بس. خلاص احنا نمشي دلوقتي ونجي لك بعد 10 ايام. اوضه 19 ارخص اوضه بسريرين عندنا، جنيه واحد في الليله. ومن غير سرير خالص بكام؟ تيجي ازاي دي؟ اصل عشان ظهري تعبان في البتاع ده، فممنوع عليا السرير، بنام واقف. انت عارف حضرتك الخيل بتنام ازاي؟ بيجيبوا الخيل ده مؤاخذه يا عم يلا يا عم. طب هو بينام واقف زي الحصان، انا بنام معوج زي الحمار، كتيره جنيه. ده حراميه يابا. هي واسعة بس ضيقة شوية. أو السقف نازل. فيها سفور. شفته في أوضة النوم واحد. والشقة اللي شفناها دي إيجارها كام في الشهر؟ ب 100 جنيه عشان خاطركم. ما تهزقها شوية. إحنا هندفعوا 7 جنيه. ويا حسان أنا العصاية. تعالى يا سيدي تعالى. العالم انصعرت يا جدع. ايوه انت خلاص بقيت اسكندراني. طب حنبته فين يا ابو احمد؟ على رصيف نمره 5 يا معلمي. ها السرايا دي خليك انت، اصلك نحس يا راجل، ده تلاقي الاوضه فيها بمليون جنيه. ما تخافش هنزلها النص. بكام؟ خدناها لقطة 3 جنيه في الشهر. ايوه تعال. ده عم علوان اجدع راجل في اسكندرية. الله يعمر بيتك يا عم علوان. تعال تعال دي عليها جنينة. بص انا هشيل الورد اللي في الحوض القبلي ده وازرع بدله قصب. ايوه ده احنا هنمص مص. بص هنا ايه؟ مطرح الحوض هنزرع فول واللي جنبين يزرعوا سلطه. الله يامر بيتك يا عم علوان. مين الحياجر؟ ما احنا قدامك اهو. ما كانش يتعز. انا فاكرك بتاجر اوضه لاختك قريبتك الفيلا دي للبنات بس. الله يخرب بيتك يا عم علوان. عم علوان ده اندى الراجل في اسكندريه. ما انا عارف. شيلنا شيله. قال للبنات بس. ايه حاجه يا اخي. يا سلام يا لو كنا بنات كان كل الرجاله اللي في الدنيا قلبوا ستات عشان ما يتجوزوناش. الله. اتفضل. من فضلك الاوضه بكام في الشهر؟ 3 جنيه. طب في اوضه فاضيه؟ والله مش عارف، نشوف. انتوا حظكم يا رب. زي بعض. تعالى وريها لنا. اتفضلوا.
زفت، رطوبه وما بتخشهاش الشمس وبتجيب المرض. اتفضلوا. عجبانة والاجره هي. مساكين، السكينه سرقاهم، مش عارفين ايه اللي هيجرى لهم. انت بتقول ايه؟ ولا حاجه. الحمد لله اني ما لقيتش مكان في بيت الطالبات، وانا بشكر اني ما لقيتش في المدينه الجامعيه. كيف السرير حلو ازاي يا خلاص؟ تتجنن. طب يا ترى في اوضه علشاني؟ استنى ما نشوف الكشف. مفيش مانع. الحمد لله، اشكرك يا رب. مفيش شغل. ايه جرى ايه؟ ما كنت بتقول دلوقتي؟ مع السلامة، الله يسهل لك. ده منظر تدخله في الفيلا بتاعتي. الله، ده خلقة ربنا. ما تعرضنيش، ده هيذلنا علشان المائية ولا ايه؟ متبطن بتقول ايه؟ ولا حاجة بيه، بقول انا راجل صاحب عيال يعني ملوش لزوم. يبقى لازم تصحصح معايا. انت عارف احنا دلوقتي في موسم البنات، البنات الغلابة اللي بيجوا من بلاد التانية علشان يخشوا جامعة اسكندرية. مظبوط مظبوط. مساكين مالهمش حد في البلد دي، واجب علينا نحافظ عليهم من رزالة الشبان المستهترين. ربنا يكون في عونك. تفتكر بقى ان انا اسيب شركتي واجري وراهم في الشارع عشان احميهم واحده واحده؟ لا لا، ما عندكش وقت طبعا. شفت؟ خد. انا بقى السنه دي حولت فيلتي الى بيت ليهم علشان اجمعهم عندي هنا وابعدهم عن المخاطر. حنين بشكل، وكمان بقيت تشرب فراوله. كل الوجه الله، هو في حد بياخد من الدنيا دي غير عمله الطيب؟ طب ليه رفضت البيت قريبة برج القاهرة دي؟ عشان وحشة. نعم؟ قصدي اللي تبقى وحشة كده لازم أخلاقها تبقى وحشة. أنا خايف على البنات منها. أنت عارف هنا أهم حاجة عندنا الفضيلة. الفضيلة؟ بركاتك بركاتك. تعالى دلوقتي نراجع على أوض الزغاليل. الزغاليل؟ قصدي التلميذات النجيبات اللي سجنوا هنا لغاية دلوقتي. تعالى. اتفضل اتفضل. ضربة الحمار مسرح ما يقول لك صاحبه. ما تبطلش. حاضر. ما تنساش تبقى تعلق اليافطه دي. من هنا وطالع فيلا عاشق قمر هيبقى اسمها دار النجاح. يا مهون. يا اهلا وسهلا. بكام الاوضه في الشهر؟ 5 جنيه بس. يعني ب 16 قرش ونص في اليوم. فصلها يا ولد، فصلها. شوفي بقى يا حاجه، احنا مش هندفع اكتر من 16 بس. يا سلام، يعني جيتوا في جمل؟ بسيطة قوي. مش تشوفوا الأوضة الأول؟ اتفضلوا اتفضلوا. عنك. يبقوا مين البهوات؟ دول هنا زيكوا بالظبط. هو البي معانا في كلية الآداب برضه؟ سكر. أنا يا نهار اسود، يا نهار ابيض على اسود. وليه يا بنتي ما رحتيش لوكاندا ولا بنسيون احسن؟ ابدا، ده انا دختي ما لقيتش. ثم هنا امن. امن. الله، بتعمل كده ليه؟ ولا حاجة. مين صاحب الفيلا؟ ده راجل وحداني، كان عنده بنت زي حضرتك كده وماتت. يا حرام. امساب اسكندرية وسافر على العزبة. وكلني أنا بإن أنا أجر الفيلا دي للطالبات اللي مش لاقيين سكن.
والنبي الراجل ده طيب. طب ده انا نفسي اشوفه واشكره وابوسه. وهو عايز ايه غير كده؟ نعم؟ كويس قوي لو جت على البوز. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اصل وجودك هنا خطر. ليه؟ اصل في فك كبير قوي بيحروز بالليل مفيش حد قادر يمسكه. خطر يا اخواتي خطر. ما تخافش عليا هجيب له سم فران. ما يحوقش فيه. صباح الخير. اهلا صباح النور. الحمام منين لو سمحتي؟ من هنا. انت من مصر؟ ايوه. كليه ايه؟ اداب. وانا كمان اداب. بصلا ونجوى اخرى اداب. اهلا. الله امال انت اسمك ايه؟ اسمي نهد. يا ترى في بنات تانيين ساكنين معانا هنا؟ ايوه في، واحنا كمان ما نعرفهمش. مش معقول. انت منين؟ من لبنان. لبنان؟ اسمك ايه؟ اسمي شوشو، بينادولي شاورما. وانا بيسا وبينادولي بسبوسه. يعني هذا ما ياكلوك انت يتحلوا بيا. يوسف عمرك شبعتوني. يوسف عمرك انت. يناير شوشو، فبراير نجوى، مارس بيسا. اب لا، بيسا يناير. انت عايزه ايه بالظبط؟ هدوم التنس طبعا، والمضارب والجور. انت عارفه الحاجات دي بكام؟ قبل ما نفكر في الحاجات دي نفكر في المراجع اللي احنا هنشتريها هنجيبها ازاي. ده تاريخ الحضاره لوحده ب 15 جنيه يا ستي. ده مش مهم، ممكن ده نبقى نستلفه من مكتبه الكليه. لكن اللي انا حامله همه بجد المواصلات. حقا كل يوم من سيدي بشر للشاطئ رايح جاي. ناخد تاكسي. ايه تاكسي كل يوم لغايه الكليه؟ ليه؟ ابوكي اوناسس؟ ناخد شركه احنا الثلاث برضو تكاليف. لكن يظهر مفيش غير كده. يلا بنات صباح مالك ازاي؟ مش انت وزير الاسكان حسون احمد حسونة؟ مفيش غير الفيلا بتاعت سيدي بشر. تاني يا ابني لازم نبقى بنات. طب وايه يعني؟ طب واحنا يعني مش قد المهام ولا ايه؟ بتمرن وكل اللي مطلوب بعد كده ان احنا نغير هدومنا بس. يا شيخ اتنايل احنا حالتنا غير بدله واحده. ومين قال ان احنا هنلبس بدل؟ امال هنلبس ايه؟
شوف اما اقول لك، انا لا يمكن البس فستان. خلاص خلينا نبات في الشارع. ما تحاولش تاثر عليا، مش هلبس فستان يعني مش هلبس فستان. لما يكون مين ما اقدرش انا البس فستان. انا لما اقول مش هلبس فستان يبقى لا يمكن البس فستان. ناويني الباروك؟ يا خسارتك يا زغلول، يا فضيحتك في البلد يا زغلول. زغلول مفيش، انت دلوقتي اسمك بهيرة. تعالي يا اما شوف ابنك بقى ايه. انت بتقول اسم ايه؟ بهيرة وانا شهيرة. تعالي يا اما شوف ابنك فحيرة. شفيرة فحيرة تعويرة. ها الهدوم مقاسكو؟ ايوه يا قبلتي. استنى اما اظبطها لكم. لكن قولولي ليه عايزين تعملوا بنات كده؟ علشان هو اصله قد كده فمركبش في ال يعني في المطرد. بصراحة يا ست فوزية احنا بناخد درس خصوصي عند واحدة استاذة في الجامعة، ست مفيش اختها، نتيجتها 100%، بس جوزها بقى راجل قفل ومنع اي راجل يخش البيت. اتفقنا معاها ان احنا ندخل البيت على هيئة بنات. صح صح. علقي بقى البدلتين عندك لحد الصبح وحتى نتاعه على البيلة. انا ما استلمتش غير بدلة واحدة. فين بدلتك؟ معلقها هنا. اقلع. ابرد بقى. ابرد. هتقلع يعني هتقلع. بقول لك ما اقول لك هتقلع يبقى تقلع. ما تمسكنيش ولا ما اسمع. ما حدش يمسكني من اللي فات. سيب ابرد يعني ابرد. سيب قلع. ايه مفيش ولا تاكسي؟ مش هنلحق المحاضرة على فكرة، ده احنا بقالنا نص ساعة واقفين. مش معقول الوقفة والعطلة دي كلها، مفيش فايدة في التاكسيات دي. انا رايح لغاية الشاطبي، لو كنتوا في سكتي اتفضلوا. يلا نركب. نركب مع واحد غريب معقولة دي؟ نتعرف بيه ما يبقاش غريب. انت مجنونه. انا مادام واثقه من نفسي ما يهمنيش. ما احنا دخنا اهو مش لاقيين تاكسي. يلا بلاش جبن بقى. انا تعبك. بالعكس، ويا ريت تدوني الشرف ده كل يوم. ودي معقوله؟ وفيها ايه؟ العربيه فاضيه وده طريقي للشركه بتاعتي كل يوم. انت عندك شركه؟ ايوه، شركة حمدي للاستيراد والتصدير. ويا ترى عاملين ايه في السكن؟ ساكنين في الكندا ولا بيت طالبات؟ في الفيلا طبعا. فيلا؟ الفيلا بتاعت عمي. ايه؟ عمك. طبعا اذنكم. باي باي. باي باي. ايه مجنونه اللي انت بتقولي؟ اسكتي. باين عليه غني قوي. وانت كمان بتقولي له الفيلا بتاعت عمي. صحيح. الله؟ طبعا. بعدين يفتكر اننا اقل منه. اذا كان هو عنده عربية انا عندي فيلا بتمن عربيته 20 مرة. ده انا هخمه حتة خمة. صباح الخير يا عم علوان. الله، وانت تعرفي اسم منين يا حلوه؟ فضحتني يا غبي. هو في حد ما يعرفكش يا لئيم؟ عارفينك من صحاباتنا اللي ساكنين عندك. عاوزين اوضه. وشوف اهو، افتكر ملكش حاجه بعد كده. خف شويه هتفضحنا. ايوه بس اصل ايه تاني؟ احنا عملنا لك اللي انت عايزه اهو. ده احنا جبنا الفساتين دي بالعافيه ورهنا البدل. اوعى شيخ. اصلكم جايين في وقتي مش هو. اعمل معروف يا عم الوان. احنا استوينا يا جدع. يا خساره، مفيش ولا اوضه فاضيه. ما تكذبش يا عم الوان، الاوضه البحريه فاضيه.
والاوضه اللي في الجنينه فاضيه اديها لهم. لا الا دي اصلها مخزن. ما معروف يا عنكري ما لهاش حد في الكافيتيريا. يعني يرضيك بهدلتنا في الشوارع والمعاكسه والقرص وقله الحياه؟ بص شو يعني هم اللي هياخدوها احسن منهم. ربنا يحميكي يا شابه. حرام عليك يا عم الوان. دول بالذات هاخد فيهم رفد. مش صلي على النبي بقى. يلا بقى يلا بقى عشان يلا بقى 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 اتفضلوا الأوضة ايه وربنا يستر بقى. احنا متشكرين قوي يا عم. العفو يا طلعايا. يا بلع بطاطا ولا ايه؟ انت بتتكلم من ايه؟ ورينا حاطط ايه في زورك؟ مفيش حاجة وشرف بابش ولا انت لازم تتكلم زيي على فكرة. انا معرفش. خلاص يبقى نقول عندك برد مزمن ونزل. انت عارف ابوه وابوك بيعملوا ايه عشان يبعتوا لنا 10 جنيه كل شهر؟ عارف. اشتغلوا اوفر تايم عند البشخ الغفر وجايبنا في ملقى في بنات. ادي دقني لو فلحنا. دهنك ايه يا ولية انت؟ ايه يا بنت الطعامه دي؟ ما خلاص بقى عليه العوض. ما تجيبي بوس يعني. ولا ايه؟ لا احنا جدعان قوي. احنا جدعان سوا. ولا يا دهمد يا ده انا بهزر. انا بهزر يا خراشي يا خراشي. تسكن اتنين من ورايا وكمان تقعدهم في اوضه واحده يا ضلالي. بتفهم تقول ايه؟ اتفضل يا فندم. شاكر يا نسا. يا نسا. نعم. هاتي لي دوسيه شركه بلاستيك. حاضر يا فندم. فهمني سنهم قد ايه دول؟ شكلهم ايه؟ حلوين؟ ما هو خلص ربنا. ضروري يكونوا حلوين طبعا. ما انت عارفني صاحب مزاج صاحب مبدا. الحلوين هم اللي محتاجين الحمايه. اما الوحشين فوحشتهم لوحدها بتحميهم. بس يا ترى زي اللي سكنوا قبل كده ولا احلى؟ لا طبعا احلى. هم في الواقع الشكل الثاني خالص. برافو يا علوان. تعرف انك شوقتني اوي اشوفهم. برافو. ده ربنا بعت لنا المكان ده نجده. بس زي ما اتفقنا ها احنا نقعد نذاكر وندح وما نخرجش من هنا غير على الكليه فورا. بس ايه بقى زي ما فهمتك يعني. ايه ده؟ ايه؟ اللي بانا. طول النهار عشان محدش يلمحنا. بالليل بس نفتحه شويه كده عشان نهوي الاوضه.
الخير. احنا جايين نوريكم الجدول اللي توافقنا عليه كلنا. امال فين بهيره؟ نمت. ايه ده، مال صوتها؟ ناقصه يعني، هي واخده برد في ظهرها. عين قلبي يا روح قلبي، بعد الشر عليك يا قلبي. يا صدري يا صدري يا هادي. الجدول اهو. جدول ايه؟ جدول الدرب؟ لا، جدول شغل البيت، وده نصيبكم فيه بالعدل وحياة امي. ايام الطبيخ السبت والحد والاثنين وبس. طبيخ؟ ايه مالها؟ لا دي قلبت نازلة شعبية. التلات غسيل المواعين والسيرفيس. قلبت التهاب رئوي. في حاجة تاني في الجدول يا اختي؟ الاربع والخميس كنس ومسح الفيلا. سبت حد اثنين ثلاثة اربعة. اظن يوم الجمعة اجازة طبعا، مش كده؟ طبعا. ما انتوا لازم ترتاحوا وتسلوا وقتكم بقى بالغسيل. غسيل ايه؟ غسيل البرك. شو غسيل برك هيدا؟ شو هالكلام الفاضي؟ غسيل شراشف ومحارم وبرديات وتنانير كمان. يا انا اما هي قلبت بصل. اسكتي يا شهير، اسكتي، هنغسل تنانير ما تفضحيناش. تنانير؟ ايه مالها؟ لا يا حبيبتي، هي موافقه على الجدول خلاص. صحيح؟ طب ميرسي يا بهيره، ميرسي يا شهيره. صباح على خير. صباح على خير يا روحي. مع السلامة. ميرسي يا امورتي. مع السلامة. ما احنا بنتبس احنا كمان، هو انا مش هطبخ؟ ما انا هطبخ. ميرسي قوي. عجبك كده؟ انا على اخر الزمن اغسل واطبخ؟ انا حارمي نفسي بالشباك. يا ده انت ما تبقاش مجنون، مفيش حاجه من دي هتحصل. انا اغسل تنانير؟ انا لو بقى عارف ان انا بغسل تنانير يتبعني. يا ريت على التنانير، ده في شراشف. اعملي معروف يا بهيره، لحسن ما عنديش ولا بلوزه. يا حرام، هتخلصي كل ده على امتى يا مسكينه؟ قولي لهم يا غجر، حرام عليكوا. خايفه اديكي الفستان اللي عليا لا تقولي بستعبطك. شوف العبط. هاتيه. حاضر اهو. لا ايه؟ مش هنا. بعيد. يعطيك العافية، شراشف والبرديات. أنا ما بغسلش شراشف وبرديات، أنا بغسل تنانير. فين التنانير؟ رايا وسكينة. شكل تاني خالص، مش كده؟ مسكن لي اتنين غفر يا كافر، ده انت احلى منهم. العفو يا بيه. ايوه احلى منهم واجمل منهم وارشخ منهم 60 مرة. ما ده يكون عينين زايغة عليا انا كمان. ما برطمش. حاضر. التهمتين دول ما يقعدوش عندي في الفيلا، اتفضل خرجهم فورا. حاضر. وهخلصك من باقي كمان. اسمع. نعم. بتقول ايه؟ بقول اصل البنات اللي في الفيلا قالوا لو البنتين دول مشوا مش هنقعد هنا خالص. سلام عليكم. لا اسمع. خليهم وقتا. وبعدين انا هشوف لهم مصيبه تاخدهم. الصبح نقلع الفستان ونلبس البدله، وبعد الظهر نقلع البدله ونلبس الفستان. ده غلب. عندك حل تاني؟ لا، انا في الصبح تلميذ وبعد الظهر ستات. انا ايه ده؟ مش تاخدوا بالكم؟ مش معقول كده. الله، بيتهيألي اني شفته قبل كده. مش انا. وانا متهيألي ان انا اعرفها. هو بالعافيه؟ ما تكونيش فاكراني واحده صاحبتك ساكنه معاك ولا حاجه؟ يخلق من الشبه 40. وانت كمان بشبه عليك. لا بقى، ده يبقى خمسه غيرنا. يا جدع يلا بينا، انا احسن نتكشف. انتوا اداب؟
ايوه بس احنا تاريخ. واحنا كمان على مول المحاضره متاخره عشان الاستاذ لسه ما جاش. اتفضلوا ارتاحوا معانا شويه. اتفضل. مين اللي هيعازم؟ على فكره احنا نظلنا هنا كل واحد يحاسب لنفسه. انجليزي ما تخلوها طلياني وتدفعوا لنا. انا بقى انجليزي وابويا بريطاني وامي من كفر انجلترا. فيري بزلطة. خد الكشكول بتاع الامام. شكر قوي يا انسه. انا السلام عليكم. باي باي. السلام عليكم. باين عليهم خام خالص قوي لكن طيبين قوي قوي. حمدي صدفه غريبه اني الاقي نفسي مروح في نفس ميعادكم. لا احنا هناخد تاكسي المره دي. الله في واحد بيعاكسه. ملناش دعوه يا جدع. دول جيراننا. فين الشهامه؟ صح ورايا. مالك بيهم يا جدع انت؟ خليك في حالك يا شاطر. اسمع اتكلم كويس. ما تعرفش ايه اللي هيجرى لك. ايه اللي هيجرى لي؟ ولا شرف شرفني. شهامه. ايه اللي هيجرى لي؟ يا عيني يا ابويا. يا جماعه انتوا فاهمين غلط. الاستاذ حمدي في طريقنا وعايز يوصلنا. دي حركات ذئاب. رجلنا على رجلكم. مفيش مانع اوصلكم انتوا كمان. العربيه اهي. اتفضلوا. العربيه هيوصلنا. اتفضل. اهلا وسهلا. يلا عيني ضابط. اتفضلوا. البوابات رايحين فين؟ انت شخصيا رايح فين؟ مش رايح. اهو احنا هناك برضو. طب اوصلهم وبعدين اوصلكم. لا 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 احنا كويسين قوي كده. وعلى مهلك والنبي يا اسطى. سوق يلا وحياتك. ميرسي قوي يا استاذ حمدي. باي باي. هاي. ميرسي قوي يا استاذ حمدي. راح فين؟ مروح. ما تنزل. ما ينفعش عشان زعزعز. ايه؟ اه صحيح. اركب. تقيل قوي يا استاذ حمدي. بالعكس. وانا تحت امركم. كده؟ طيب. بكره بقى والنبي في نفس الميعاد. ها؟ مين اللي قال ان في علاقه وطيده بين الحب والكازوز؟ اظن نيكولاس باتس. لا زغلولسي احمد. اصل واحنا قاعدين في العربيه البنت نجوى كانت لازقه فيا فحسيت ان جسمي نمل زي ما يكون فيه كازوز. مش هو ده الحب ولا؟ الله اعلم. ورز وكباب حله. احنا هننزل نشتري الحاجات دي من السوق. عايزين حاجه نجيبها لكم معانا واحنا جايين. مسحله قوي حياتك. نعم. قصدي موس عشان احلق بيه القلم. ابري بيه دقني. احلق بيه موس. موس ابري بيه القلم. يا روحي. حاضر اشتري لك برايه يا حلوه. هحلق دقني ببرايه؟ يخرب بيتك. فرصة غريبة أكون فايت من هنا وأنتوا نازلين رايحين السوق. وعرفت منين؟ ما هو أنتوا فعلا رايحين السوق. أصل الطباخ في الفيلا بتاعت عمه عيان قوي ما قدرش ينزل النهاردة. تعال فرصة وحيدة وصلكم من غير زغلول وحسونة دول. اتفضل. ميرسي قوي. إيه ده؟ هاي. هلو. أنسة بهيرة. أنسة شهيرة.
مش اوانس قصدي اوانس يا فندم. انا اوانس وهو كبد. تشرفنا. غصب عنك. صوتها كده اصلها بلعز وكامل العيله كله. انا مسكومه. ريحني ملفات. كزوزة اهدم. يا سلام، منتهى الرقة والكرم من الأنسة بيسا انها تقعد معاها المجموعة دي كلها في الفيلا بتاعتها. بتاعت مين يا اختي؟ عني. بتاعت عني. ما اصلا عمها صاحب الفيلا راجل طيب قوي. بيني وبينك صاحب الفيلا دي راجل مغفل وحمار. انا اسف يا انسه. انا روحي راحت. اما حاجه غريبه عارفه بالصدفه كنت ماشي من هنا وبعدين. امال فين ناد ونجوى؟ الاتنين عندهم تدريب في الملعب. زغلول وحسونة. استنى وحياتك خدنا معاك. تلاهم يعني. ارجع لهم. حرام عليك. حرام عليك انت بقى. انا موعود بالاتنين دول بالنهار وشهيرة وبهيرة بعد الظهر، والغريبة انه فيهم شبه من بعض. انت ما بتمشيش غير بحرس. حرس؟ عشان ايه؟ عشان بتخافي. من مين؟ مني انا. انا ما بخافش من حد ابدا. طب عيني في عينك. حاسب. هو بيقول علي انا؟ لا علي انا. انت من مواليد برج ايه؟ الاسد. صدفة غريبة في البرج بتاعي. تقابل شخصية عظيمة سيكون لها أثر كبير في حياتك. اسمع كلامه ولا تكن عنيدا. وريني كده. الأخرانية دي من عندي. لازم اكون في الفيلا. احسن عمي موتني. عمك. طب تعالي. يا ترى اتاخرتي ليه يا بيسا؟ استغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوه الا بالله. دي اول مره تعملها. على فكره انا قلبي مش مطمن. ايه ده كريم؟ انا بدهن كريم كراميل. بصراحه يا رجاله يا بنات، بيسا بعد ما خرجت من الكليه النهارده الصبح ركبت العربيه مع حمد. اكيد كان معاهم زغلول وحسونه. لا يا اختي، زغوا منهم. زغلول وحسونه خدوها موت رجل لغايه هنا، قصدي لغايه بيتهم. يا حرام. ايه صعبانين عليك قوي. حسونه بالذات طبعا هو اللي صعبان عليه. اشمعنى حسونه؟ انتي هبله ما تفهمي بقى. صحيح يا نهد؟ ليه ما قلتليش من زمان؟ أنا كمان من يوم ما شفتك. من يوم ما
شفتك قلت البنت دي وحسونة لايقين على بعض قوي. ايه اللي عاجبك في ابو اردان ده يا سلام؟ ابو اردان هو شكله اهبل فعلا زي ابو اردان. ابو اردان ابو جلامبو برضه عاجبني. شاطرة يا بنت. على الاقل احسن من سيزغلول بتاعك اللي عامل لي زي العرسه المبلوله يا اختي. عرسه لابسه فستان لابسه بدله. نجوى يعني عايزه تقولي اللي انت وزغلول يعني انا ما بعبروش انما هو بيحبني ومعين في دباديبي وبيقولي ان جمالك مسح جمال البنات الكليه باستيكه. ما حصلش. يعني انا كدابه؟ طب ده النهارده بالذات قعد يعيط ويقول لي ارحميني، انا لا بشرب ولا باكل ولا بذاكر ولا بنام. يا سلام، حب الكلبش في قلبي زي القراده. انا هو وقع على بوزه، ما عندوش كرامه ابدا. الله، احنا حلابك ولا ايه؟ اوعدنا يا الله. يلا بينا بقى يا شوشو، احسن الكلام ده بيجيب لي ارتكالي. يلا. بس نهد هي اللي نسمعها، حسونا مش حاسس بيها خالص. صور يا شهير عمره ما قال لها كلمه حلوه. حجر ما عندوش قلب. جبان حيوان. انت تخلصي خالص. قولي لي يا حبيبتي، انت هتقابلي حسون الساعة كام؟ الساعة 10. يا ريت تخليها 11 عشان عندي محاضرة. ايه؟ حسونة ضروري عنده محاضرة. لأن حسونة لما هيشوفك هيبقى فرحان قوي، هينطق. يا ريت. هيتكلم، هيتنطط، هيرقص، هيغني، وبوزك يا مغشنا. أنا هوب. قول اتكلم. أنا اتكلم يا حسون. اصل في حاجه حلوه عاوز اقولها لك. قول ايه هي الحاجه الحلوه دي؟ حلاوه حنية. يا سيد يا بدوي، انا لا عارف اكل ولا اشرب ولا نام ولا ذاكر ولا اعمل اي حاجه. تتكلم جد؟ اه والله، وحصلت السنه دي ان شاء الله، وادي كان رئيس المحاضرات ما اتفتحتش اهي. ومن ايه ده؟ ايوه يا عم طبعا يا سيد. ما قلتليش من ايه ده؟ منك انت. جمالك مسح بنات الجامعه باستيكه، والاستيكه اهي. حبك كلبش في قلبي زي ال القراده. ايوه بالظبط، زي القراده، والقراده اهي. زغلول. نعم. يا حلاوة. بسيتني يا ولد، بسيتني. اول مره في حياتي اتباس، ما حدش باسني قبل كده غير امي والنسوان اللي في البلد لما بكون عيان، وده اللي جاب لي العين. مره جايه انت تبوسها بقى. ازاي؟ زي بتوع السيمه، زي السيمه كده، خد عليك كده تقعد، خليك واقف بقى، وتروح حاضنها كده، ها، وتروح. ايه غلط؟ انت عاوزه نصيحتي يا نوجة يا اختي؟ ايوه والنبي قوليلي. مش بتقولي ان الواد زغلول ده فلاح وجلف كده؟ قفل كمان. معلش، ما هو دي معناها انه راجل حمش ناشف، يحب ان الست تحترمه وتقول له سي زغلول. سي زغلول؟ ايوه، لازم يحس انه سيدك وتاج راسي، ومهما عمل اوعي تقولي له تلت التلاته كام. مهما عمل؟ مهما عمل، حتى لو باسك كمان. طيب. شاطرة يا نوجة، شاطرة أوي، شاطرة أوي أوي. ماسك فيها بقى. شاطرة. واحدة بقى زي بتوع السينما. هما كام بنت اللي قعداهم معاكي في الفيلا؟
ستة. إقامة كاملة على حسابك؟ غلابة. ومين اللي بيخدمهم دول؟ عندي في الفيلا اتنين طباخين غير الجنايني والبواب طبعا. ما شاء الله، لكن عمك ما بيقولش حاجة؟ عمي لارج قوي، باشا من بتوع زمان. نفسي اتعرف عليه. اصله سافر امبارح. فين؟ العزبة. وعزبة كمان. بالحق فكرتني، لازم اكلم مصر ضروري. انا عندي خط مباشر في المكتب. كده اهو بقى كلكم كويسين. ماشي. انا كويسة قوي قوي يا ماما. المهم بابي ازايه؟ ميرسي. لما اراد العمارة ولا لسه؟ عمارة ايه؟ خلي بالك من نفسك يا بيسة يا بنتي، مش عاوزة حاجة؟ المواصلات تعباني قوي يا مامي، لو ممكن من فضلك تبعتولي العربية الزيتوني. زيتون ايه يا بنتي؟ لازم نفسها في الزيتون بتاعك، ابعتي لها شوية. حاضر، هبعتلك صفيحة. لا بلاش السواق، انا هسوق الصفيحة بنفسي. العربية. ميرسي. باي باي يا ماما، هكلمك تاني. ما كنتش عارفة ان عندك سكرتيرة حلوة بالشكل ده. مش احلى منك يا بيسا. ابعد يا مجنون. مجنون بيكي. مش قادر بقى يا بيسا، مش قادر. ما تسأليش عن الساعة أبداً لما تكوني معايا. كفاية الأيام اللي ضاعت مننا. الساعة 11 دي سندريلا؟ ده حتى سندريلا كانت بتروح الساعة 12. بيزا هتوحشيني. صحيح؟ قوي. هشوفك بكرة؟ لا الليلة. ازاي؟ هجيلك الفيلا. انت مش بتقولي عمك مسافر؟ والبنات بعد ما يناموا. ما هو بس عمي موقف حرس اللي هيتعرض لي هقتله. طيب مساء الخير يا عم علوان. مساء النور، خلي بالك من الفار. خديني جنبك بقى نفكر سوا. آه.
اما الحب ده لذيذ بشكل يلا. احنا ما كناش عايشين يا جدع. ماهر نجوى يا جدع انت اطلع من نافوخي بلدك. أرجوكوا تسمعوني قبل ما تتخذوا أي قرار. أولاً أنا اللي قلت العلوان، ما يقولكمش إن أنا ساكن جنبيكم علشان ما ترفضوش الأوض الجميلة اللي جهزناكم. ثانياً سبب دخولي عندكم امبارح بالليل إني كنت نسيت حاجات وأوراق مهمة لما جيت نقلت. ثالثاً لازم تعتبروا الفيلا دي بتاعتكم أنتوا مش بتاعتي أنا. بس أرجوكوا اسمحوا لي أقعد في أوضتي كام يوم لغاية ما أخف. ولغاية ما ألاقي سكن تاني علشان تخلصوا من وشي خالص. بعد الشر عليك. الوان سندني الوان. يا حرام شو هالزلم الادم منتهى الاخلاق. يا سلام ضحك عليكم كلب عليكم حلاوه. بالعكس ده حيسيب لنا الدنيا وماشي. لا هو ما يمشيش لان ده ملكه
احنا اللي لازم نمشي، وده قراري الاخير للعلم. هنصوع. انا عندي اقتراح. مرفوض. نسيب الفلة. ايوه كده. بس اما نلاقي حته تسكن في مكان تاني. يعني هنفضل هنا مؤقتا. ايوه فكره هايله. عشان خاطر يا بقى يا بسبوسه والنبي. بس ايه، خدوا بالكم لان الوضع دلوقتي متغير. ده الفيلا فيها رجاله. رجاله؟ هما فين دول الرجال؟ احنا مش احنا. احنا هم. يا رجاله في الفيلا تبقى فضيحه. بسيطة ولو، على شو خايفين؟ كل وحدة منكم تقفل باب اوضتها عليا من جوا. انت فاهم حكايته ولو جوا؟ بتقول كل باب يسكر على الحنة انا من جوا. يا دلي. انا شايف ان الحكاية ابتدت تتعقد يا سعد البيه. بالعكس يا عبيد، ابتدت تحلو. يا بيه يا ابني. ولا تكبرني ان شاء الله. يسلم لعيونك حبيبي انت، حياتي تسلم. مش كده عيني هو اف يبعت لك حمى تسلقك سلق ان شاء الله. وحمى اف. لا حمى ولا عجمي، انا بنشرب سجاير بتمم عليكم. استغفر الله العظيم، ريحتك حلوه الله يخرب بيت امك. الورد جميل لكن الصفحة أجمل. صباح الفل حمدي. أهديكي هذا الورد لكي يتعبد عني في محراب جمالك حمدي. إلى أجمل من في الدار، أم العيون ذات الأسرار حمدي. الشاي الكشري يا بنات. أها شاي. تسلمي زيتون. زيتون؟ احنا امبارح كنا عصبيين شويه وظلمنا حمدي، مش كده والنبي؟ فعلا ده باين عليه جنتلمان قوي. ده النهارده الصبح بعت لي سبت ورد. انا كنت فاكره انه بعت لي انا بس. وانت كمان جالك ورد يا شوشو؟ ايه، وبعت لي معاه كلمه رقيقه. اسمعي شو كاتب لي. تقبريني يا حياه قلبي يا روحي، تقبريني ان شاء الله. اشمعنى احنا ما بعت لناش ولا سبت فجل حتى؟ لو عارف احنا مين هيبعت لنا سبت جزم قديم. ياه، ده انا اتاخرت قوي على الكليه. يلا بقى. لا انا مش هروح، اصلي تعبانه شويه. انت حره. باي باي. باي.
صباح الخير. اهلا صباح النور، ميرسي قوي على الورد اللي بعتولي. العفو، انا اللي زرعه بنفسي. صحيح؟ ايوه، انا اصل دي هوايتي المفضله، وعندي مجموعه نباتات ظل مش موجوده في مصر. فين؟ في البيت الصغير. تعالى اوريهم لك. رايحين فين؟ خدونا معاكم. مش رايحين. بعد الشر عليك. الله، انت لسه ما خرجتيش؟ انا متاسف، انا كنت بحسبك خرجتي معاهم. اصل في ماسوره ضربت في الاوضه اللي فوق، وجيت هنا عشان اشوف اذا كان في نشأة ولا حاجه، يعني عشان ال هما البنات كلهم خرجوا. يعني في الفيلا ما فيش غيرك انت وانا بس. اصلي حسيت اني تعبانه شويه. عيانه؟ يا خبر، وريني. يا ساتر، ده انت جسمك كله حراره. وريني هنا كمان. لا من فضلك. بس وريني بس. لا وريني بس. لا من فضلك. عملنا لك شوربه سخنه اهي. الحمد لله الحيطه سليمه. اصل الميه ضربت في الحيطه، والحيطه ضربت في الماسوره، قصدي الماسوره ضربت في الدولاب، في الماسوره الحيطه ضربت في الماسوره، الماسوره ضربت في الحيطه. ولا مؤاخذه. تجنن. بقى ايه ده؟ انت دايما في وشي كده. قول. اصل الباب كان مفتوح. مفتوح ازاي؟ ده انا قافله بنفسي. الصراحه بقى انا كنت عاوز اعمل لك مفاجاه. تعالي بصي، لوازم التنس كلها، راكت، كور، ادي واحده. تعرفي يا نايد، ما كنتش اعرف انه بالليل بتبقي بالجمال ده. ياه، ومارك الدنلوب كمان. شوفي دي كمان. الله، الليل بيديكي سحر غريب قوي. عن اذنك هقفل الشباك عشان ما تبرديش. ليلتك فل. شوف الهديه الحلوه اللي جبتها لك، كتاب تاريخ الحضاره اللي كان نفسك فيه. قومي يا حياتي. مساء الخير. ايه
انا من يوم ما شفتك وانا حالي اتقلب، ما بقتش عارف راسي من رجليا. انا بقى اللي مش عارف راسي من رجليا اتصرف ازاي انا بقى دلوقتي. انا سمير. ايه دي؟ هديه بسيطه، انا حاولت المستحيل علشان الفت نظرك، لكن انت مش حاسه بيا خالص خالص. وبعدين بقى يا شهيره، انت فين يا شهيره؟ شهيره برضو انت مش عارفه هي بتقول عليك ايه. قالت عليها ايه اللي عامله زي الراجل دي؟ بقى انا راجل لابس ست. دي بهير اللي بتقول. قال ايه؟ الشهيره عباره عن راجل لابس ست. نهاره قصدي نهارها اسود. بس انا شايف غير كده، انا شايفك ست وست الستات كمان. هو سعيد هو غلام عاوز تبصني؟ هوريك البصر اللي على قصر. انت بتصرف عليها ولا انت قوال؟ انا راجل ولاد الست، هتكشفنا بغباوتك يا مغفل. انا المغفل ولا انت؟ يا عم بس بلا مغفل بقى، هتقعد تقعد يا جدع. انت بتمد ايدك على الواحد دي يقطعك حتت. والله ولا ما بتلمسنيش. انا هكسر. لو عندك كرامه ما تقبليش منه هدايا خالص. المرجع ده انا محتاجه له فعلا، وكلها هينفعنا كلنا. ما فيهاش حاجه يا بيس. ما فيهاش حاجه يعني ايه؟ بمناسبه ايه تقبلي منه هديه؟ انت عارفه كويس اني بحب زغلول. واطمني على حمدي بتاعك ده يا اختي. يا سلام. انا حمدي ده ما يهمنيش في اي حاجه. انا بتكلم على مبدا وعلى العموم بسيطه. ما انا كمان جاب لي طقم التنس ده. يا نهارك اسود ومخبيه عليا يا سوسه. طب تعالي هنا. لا انا مش يا مريم. باين عليك اهلك ما ربوك. انا هربيك. تعالي اهو. سنيني بقول لك. تعالي هون. على شو دخلك بحبي؟ على جمالك هيدا ولا على جثه بتلاقي نفور؟ طقي موتي. حمدي بيحبني وبيموت فيا، ودلوقتي حالا هروح اجيبهولك عشان يقول لك الكلام ده بنفسه. لوين رايحه؟ اجري على رجلك. سامعه وليدي؟ سيبيني. انا فين؟ خشوا جوه. اتفضلي يا سلوى. خش يا حبيبتي. خش. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ سالتي هو ده وقت متاخر. جيت متاخر طبعا، كان لازم اسيبك من زمان. اهون عليا اكلها بتقى من اني امشي معاك في الطريق ده. انت جننت؟ لا فتحت، كنت اعمى وفتحت. الدور الباقي عليك انت اللي اعمى، وحتى انك اعمى على طول. حلوان السهلة قدامك اهي. لو ما كنتش اعمى كنت عرفت ان البنات دول غير البنات اياهم. لو ما كنتش اعمى كنت شفت الحب اللي بتحبه لك بيسا. بيسا؟ ايوه بيسا. بيسا اللي انت جرحتها. بيسا؟ ما انا كمان بحب بيسا، بس هي اصلها طالعه لي كده في العلالي ومش عارف. انا بحاول ان انا اتصل بيها وما بقدرش. انت بتبطل تقول ايه؟ لا كفايه بقى. خد دي كمان. اتقوا الله في قلوب العذارى، فان قلوبهم مربوطه بدباره.
ممكن تتهربي مني في كل حته. انا من حقي ان انا دافع عن نفسي. طبعا ما انت من حقك حاجات كتير قوي، ما انت صاحب الملك، بس انا كمان من حقي اني ازعل من المصيده بتاعتك دي. انت هتزليني عشان الفيلا دي؟ النهارده 16 في الشهر، من النهارده الفيلا دي مش بتاعتي. لا يا شيخ، عشان اثبت لك ان انا بحبك. بيسا انا بحبك، صدقيني صدقيني يا بيسا صدقيني. اوعى كذاب كذاب. بهيرة، أنا كنت عاوزك في كلمة. أنا عارف إنه قلبك حنين يا بهيرة. ما تحطش إيدك عليا. بهيرة، وحياتك أنا عاوزك تتوسطي لي عند حبيبتك بيسا. إيه رأيك؟ ها؟ نضف. منضف. نضف. شهيرة، شهيرة. بيسا واخده مني موقف ومحدش هيعرف يحله غيركم. انا عارف انها تسمع كلامكم. ويا ريت يا حبيبي، وانت شايف ايديا مشغوله مزروطه الدنيا. ودي ايدين اتخلقت عشان الكلام الفارغ ده. عندك انت يا حبيبتي، عندك. اتفضل. ما تقشر لنا البصل ده وخليك جدع بقى. حاضر. بيسا دي اول حب حقيقي في حياتي، ارجوكم فهموها. امتى بس؟ وشغل البيت كله على دماغنا. كله الا الغسيل، خصوصا التنانير. تنانير ايه؟ انت ناسي البرديات والشراشف؟ انا تحت امركم اي حاجه، غسيل، مكوى، تسييل ارض، اي حاجه. كلمتوها؟ هي معصلقه شويه، لكن احنا شغالين، ما بنولش يعني. انا مش عارف اشكركوا ازاي. طب اشتغل. حاضر. اشتغل انت ابن حلال. شايفاك رجعهم تاني. عايزك بقى تسيق الحته دي. ها؟ حاضر. وحياتك، وتحت الترابيزات. حاضر. وتشيل السجاجيد كلها تنفضها من بره. حاضر. ها؟ والتواليتات عايزها زي الفل، تغسلهم كلهم بالقوم. حاضر. وحياتك، وصفائح الزباله. حاضر. تقلب الزباله وتغسل الصفائح من جوه بالقوم، عايزاهم فل. حاضر. وحياتك، والبلاليح تسلك البلاليح. حاضر. كل تسلك بلاعه برضه تنظفها من جوه بالقوم وزي الفل. حاضر. وحياتك. وادي العده اللي هتشتغل بيها، شايفها؟ دي عدتك يا حبيبي. فين الواحد يلاقي شغاله مريحه زي دي؟ ده احنا تهد حنا يا جدع. من بكره الفجر هبعته يجيب العيش والخضار وليفه للحمام. بس هنعمل ايه بعد ما اصطلح هو وبيسا؟ اخ، دول مش لازم يصطلحوا ابدا. مش تبارك البهيره؟ على ايه؟ عندي خطابه النهارده. ايه؟ مش معقول. مش معقول ليه؟ الراجل برضه عاوز يستقر؟ نفسي من زمان في بنت الحلال. نفسي من زمان في ابن الحلال. مبروك يا بهيرة. ميرسي ميرسي قوي، ميرسي قوي قوي. Thank you.
حمدي غصان فين بقاله كام يوم؟ يا داهية لا يكون اصطلح وفقسوا الفولة. يبقى مقلب. هنسيب المذاكرة ونرجع للطبيخ. طبيخ ايه؟ الغسيل. الشراشف. والتنانير. تنانير. انت بتاكل ايه؟ شراشف. هات شرشوفة يا اخي. وفضل العرب على الحضارة الأوروبية معروف، وهم أول من اخترعوا الصيف وذلك حتى عشان أحسن أسئلة، وكبر الحي لا يعتبر فعلا حتى أحسن 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 تبرع هذا التصوير فيعتبر هذا. إزيك يا بهيرة؟ كويس؟ الحمد لله. هو الفرح إمتى؟ فرح؟ فرح إيه؟ آه. الله؟ بهيرة؟ بهيرة؟ مالك؟ سابني. إيه؟ سابني وعلى كتفي تلات عيال. عيال ايه؟ اللي كنت هخلفهم منه. دي بتقول ايه؟ فسخ الخطبة يعني؟ ايوة. وايه السبب؟ اصل خطب شهيرة. مش ممكن، مش ممكن يعمل كده. بنت بختك يا اختي. معلش معلش يا بهيرة. والعرب هم أول من اخترعوا الصفر. بيسة. حمدي؟ مالك يا حمدي؟ عيان. وبجد المرة دي مش تمثيل. من إمتى؟ بقالي كام يوم. ولوحدك؟ آه. يعني لو كنت مت ما كانش حد حس بيا. بعد الشر عليك. كان عندك ايه؟ في دواء بتاخده؟ انا ما اقدرش اخرج خالص. طب مش كنت تنده علينا؟ وخطيبتك ما جاتش تزورك ليه؟ خطيبتي؟ خطيبتي مين؟ بهيرة. يا شيخة هو ده وقت هزار. ما تحاولش تنكر. هي قالت لي بنفسها انكم مخطوبين. وعلى العموم ده شيء ما يهمنيش. عن اذنك قبل ما خطيبتك تطب وتلاقيني هنا معاك. بيسه. بيسه. اظن في موضوع لازم نسويه مع بعض. اوعى تلمسني تاخد فيها ست اشهر. يا شويش. نعم. يا خرابي ده جاهز. لا خلاص انا سامحته يا شويش. العظيم زي ما بقول لكم كده، وهو ده المكان اللي بيتقابلوا فيه هم الاربعه في السر. بصوا بعد شويه هتلاقوا حسونة زردول خارجين من جوه، طبعا بعد ما هيصوا معاهم شويه. النجوى انا اذنت لك تلبس لبس التاني سرد. اخرس يا بتاع بهيره. ايه احنا اتهزقنا قوي في البلد ده يا رجاله. انت اتجننت يا بنت؟ اخرس يا بتاع شهيره. اي اي كفايه.
يا ابني في ايه يا ابني؟ بقى حضرتك ماشية مع حسونة ها؟ وانت يا روحي ايه رأيك في زغلول؟ وانت يا ست بهيرة مش كفاية عليك يا حمدي؟ صلوا على النبي يا رجال. صلي ايه بهيرة؟ في يوم واحد انا اللي الصبح مضروب وبعد الظهر معدوم عجبي. طب والعامل؟ انا هقوم اخد حمام. خد لي معاك انا مش قادر. نار يا حبيبي نار فل بالزيت الحار قلبي مولع نار اسمر اسمراني ابو دم خفيف. انت لسه بتيجي هنا؟ في موضوع خطير عاوز اقولك عليه. مش معقول. انا شفته بعيني. ما يتكلم. هاي يا جماعة وحياة بابي احنا مظلومين في حكاية حسونة وزغلول دول. اتحدى اي واحدة فيكم تشوفنا مع بعض احنا الاربعة. اصلها ما تجيش. اصلها انا وهم. ايوه تعرف يا ناهد حسونة بيموت فيك. ده زغلول بيموت في دبادي بيك يا نجو. ما تشيلي دي يا حبيبتي الا مبلولة تحتي برد. مرسي. وانت في ديك الساعة يا نجوى لما تلاقي شاب حلو زي الفل كده بيحبك وعايز يتجوزك. انت جعانة للدرجة دي يا حبيبتي؟ قوي قوي يا روحي. بالهنا والشفا. ماشي هموت. هنعمل ايه دلوقتي؟ لازم ناخد الهدوم والكتب. خش هاتوا. ازاي؟ تعال. اطلع فوقي. اطلع. شايف ايه من عندك؟ شايف خير اللهم اجعله خير. عايزين عقل رقبيكم. بص على ايه ده؟ مين ادم مطر بوم بايتو؟ ايه يا زغلول ده؟ هي بتمطر ولا انت عملت حاجه؟
يا جدع ايه؟ غرقني. كنتوا بتعملوا ايه؟ لا ابدا، كنت بقطف ورده علشانه، علشانها، علشاننا. وايه الهدوم دي؟ طب لقاها رجاله ولا ستات؟ رجاله. سرقه رجاله، كرسات، سرقاله، كرسات، سرقه رجاله. فلانكات. طب تعالوا معايا. ما تعيطيش يا اختي انت وهي، بعد ما تخرجوا من هنا عندي لكم شقه مفروشه. فين؟ صحيح، ربنا يخليك. ساكن فيها راجل يعجبكم قوي. خلاص عوري يا وليد. عندي عيال والله. عوري يا وليد وهي دلوقتي. السلام عليكم. اهلا يا فندم. في عندكم اتنين ستات رجاله، قصدي اتنين رجاله ستات. لا قصدي اتنين رجاله، اتنين رجاله لابسين ستات، مش كده؟ ايوه يا فندم. ممكن ادفع الكفاله بتاعتهم؟ ممكن يا فندم. استاذ حمدي، استاذ حمدي، استاذ حمدي، انقذنا من الضياع، جعلوني مجرما، بقينا سيقان في الوحل. ما تخافوش انا جاي اخدكم، ما تخافوش. بس هنروح فين دلوقتي؟ نروح في اي حته، بس المهم ان احنا نسيب الفيلا دي. يا خساره. من فضلكم دي فيلا الاستاذ حمدي كامل؟ لا دي فيلا الاستاذ فرافيرو. ليه؟ عايزين اوضه؟ لا احنا لجنه مشتركه من وزاره التعليم العالي ووزاره الشؤون. في حاجه؟ احنا جايين نعين الفيلا عشان نستلمها. تستلموها؟ ليه؟ صاحبها اتنازل عنها لتحويلها لبيت للطالبات تديره اداره المدينه الجامعيه. اتنازل عنها النهارده؟ التنازل كان يوم 16. يا بخت اللي هيسكنوا فيها. مش انتوا ساكنين هنا؟ كنا. ده شرطه الوحيد، ان تبقى جميع الساكنات الاصليات فيه وبنفس الاجره اللي كانوا بيدفعوها ولحد ما يتخرجوا من الجامعه. لازم نشوف حمدي، احنا لازم نشكره. يا حمدي الحقيقه طول ما هم معانا ما عملوش اي حاجه وحشه. يا ترى هما فين دلوقتي؟ غسيل على مين بكره؟ علي انا يا سي زغلول. حسونا ماهد. يلا بينا يا بيسا. على فين؟ على المكتب مؤتن، وانت جاي معايا. انا ليه؟ علشان نكلم مصر في التليفون ونكلمهم على حكايه الزيتون. ها؟ وبعدين نحود يمين من على الامه نبقوا هناك. طب اتكل على الله. على الله. ما حدش فيكم معاه سجارة؟ راحوا فين دول؟ دول راحوا فين؟ يا حرامية.